بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب. معاكم محمد مصطفى، هنتكلم ان شاء الله النهارده على بارت 2 من الريبرودكتيف سيستم. للاسف الجزئيه الاولانيه يعني فيها نوعا ما شويه حفظ كده، بس احنا ان شاء الله هنسهله يعني. تمام، بعد كده بقى في شويه حاجات كده ابلايد يعني هتكون كويسه قوي ومفيده يعني. طيب، وبعد احنا طبعا الفيديو ده هو تكمله بس لايه، للبارت الاولاني بتاع اللي هو الحاجات اللي هي الاناتومي والفسيولوجي والكلام ده. ان شاء الله بقى بعد كده يعني، او الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون باثولوجي يعني، دي بدايه الباثولوجي. طيب، في الفيديو ده هنتكلم طبعا على الاناتومي. في البدايه عندنا اللي هو الجونادال درينج، ودي بتتقسم عندنا لحاجتين، في الفينس درينج وفي الليمفاتيك درينج. في بدايه الفينس درينج بس انا عايزك تبقى عارف حاجه، سواء الاوفري او التستس الاثنين بيعملوا درينج الاول في الجونادال فين، وبعد كده هنا بقى المحطه بتختلف، هل هو رايت ولا هو ليفت. لو هو ليفت بيكون ليه ستيشن معينه، ولو هو رايت بيبقى برضه ليه ستيشن او درينج يعني معين. زي ما احنا شايفين في الرسمه، هو طبعا هنا جاب الجسم ميل، تمام، فهيبدا الاول بالبابيني فورم بلكسس، وبعد كده راح جاي معدي في الجونادال فين او التستيكولار فين، وراح جاي داخل على طول في مين، في الاي في سي. لكن لو جينا بصينا هنا في الليفت سايد، لا، ده اللي حصل ان هو راح للبامبيني فورم بلكسس، وراح جاي ماشي في الجونادال فين او حتى التستيكولار فين، وبعد كده راح جاي رايح للرينال فين. وزي ما احنا شايفين كده عامل زاويه قايمه كده اللي هي زاويه 90 يعني، وبعد ما راح للرينال فين راح جاي عامل فيه او عامل يعني درينج فيه الاي في سي. طيب، نتيجه الدخله اللي هو عملها بزاويه قايمه دي خلت ان البريشر بيكون عالي او اكتر شويه من الرايت، تمام، يعني البريشر ناحيه الليفت اكتر من الرايت. الحاجه التانية ان للاسف لو في ماس او في اي حاجه موجوده مثلا في الكيدني مسببه ان يحصل مثلا انكريس في البريشر في الليفت رينال فين، هيسبب ان يحصل شيفتنج للبلاد ناحيه مين، التستيكولار فين، وللاسف هيسبب فاريكوسيل في التستس. طبعا الفاريكوسيل دي اصلا معناها بالعربي اللي هو الدوالي يعني. تمام، طيب كده احنا خلصنا الفينس درينج. طيب بالنسبه بقى للليمفاتيك درينج، الليمفاتيك درينج نوعا ما برضه فيها حفظ، بس احنا هنسأله ان شاء الله. الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده طبعا اليوترس، وده اللي هو السيرفكس، وبعد كده عندنا الفاجينا تحت. طيب، اول حاجه دوت اللي هو اسمه اللي هو الفاندس اوف ذا يوترس، وبعد كده عندنا البادي اوف ذا يوترس، وبعد كده عندنا الجزء ده اللي هو السيرفكس، وقلنا بعد كده الفاجينا. طيب، الجزء اللي هو بتاع البادي اوف ذا يوترس ده بيكون الدرينج بتاعه في الاكسترنال اليك نود. طيب، البروكسيمال بارت بتاع الفاجينا ده من الانترنال اليك نود. طيب، الديستال بارت ده بيكون من السوبرفيشال انجوينال نود. ديت التسهيله الاولانيه، حلو. شويه بقى الحاجات اللي في الجنب دي احنا هنقولها لوحدها، يبقى انت كده فهمت ان اول حاجه انا هو بدات اكسترنال اليك، انترنال اليك، وبعد كده بقى فيه اللي هو السوبرفيشال انجوين. طيب، الاوفري والتستس والفاندس ده دول بره اورتك، تمام كده. طيب، بعد كده عندنا جزئيه صغيره بس هنضيفها هنا للبروكسيمال فاجينا اللي هي البروستات، يعني هنضيف كده بقى ايه الجزء الزياده اهو للانترنال مين اليك اللي هو البروستات، تمام. طيب، في بقى اللي هو الكليترس والجلانس بينس، الاثنين بيكونوا في الديب انجوينال نود. فلو هو جه مثلا قال لك واحد مثلا عنده سيفلس مثلا، والالسر مثلا موجود على الجلانس اوف بينس، تمام، فيقول لك هنا الدرينج هيكون موجود في مين، هيكون موجود في الديب انجوينال نود، تمام. طيب، هنعيد كده اعاده سريعه. طبعا اول حاجه ادي الفندس، وربطناه مع الاوفري والتستس، الاثنين بيعملوا في مين، في البرا اورتك. بعد كده لقينا البادي اوف ذا يوترس، يبقى ده هيكون في الاكسترنال اليك، وبعد كده السيرفكس في الاثنين سواء اكسترنال او الانترنال اليك. هو يعني غالبا ما بتخش في ايه، في التفصيله دي قوي، وطبعا واضح قوي ان هو لو حتى يعني حب يدخل في التفصيله دي، وده يعني ما فيش اصلا الكلام ده بيحصل، هيبقى البروكسيمال بورت اقرب ان هو يعمل درينج في مين، في الاكسترنال اليك، تمام. بس خلاص يعني انت خليك عارف ان السيرفكس ده انترنال او اكسترنال، يعني لو جات لك في الكيس او حتى جات في اي حاجه هو هيكون جايب لك اليك سواء بقى اكسترنال او انترنال، وانت اختار يعني اللي هو جايبها لك يعني، تمام. طيب، تاني بقى احنا عندنا الفندس ده كان والاوفر والتسس بارا اورتك، بعد كده دخلنا على الاكسترنال اليك، وبعد كده الديستال فاجينا ده كان عباره عن الانترنال اليك، وبعد كده جينا في البروكسيمال فاجينا، بعد كده اللي هو الديستال فاجينا كان عباره عن السوبرفيشال انجوينال، وبعد كده لما نزلنا اكتر واكتر كان في الكليتوس او الجلانز بينس، ده كان عباره عن الديب انجوينال، وربطناها لو في السر او اي حاجه في الجلانز بينس، تمام كده. طيب،
ده بالنسبه للمفاتيك درينج نوعا ما فيها حفظ، بس اتمنى يعني يكون ايه الفكره دي سهلت الموضوع شويه. هنيجي بقى لشويه الليجمنتس والحاجات اللي الناس اصلا يعني بتكرهها، وانا حتى يعني ايام ما كنت باخدها في الاناتومي كانت رخمه بالنسبه لي، للاسف ان مفيش حد بيرسمها ولا حد بيوضحها في كرسمه، تمام؟ فان شاء الله يكون الموضوع سهل. في البدايه احنا عايزين ناخد الاسم ونفصله، تمام؟ طيب احنا دلوقتي عندنا حاجه اسمها انفانديبلو بلفيجليكم، يبقى اذا البلفس مشترك والانفانديبولم مشترك. طب ايه الانفانديبولم ده؟ ده اللي هو المفروض الجزئيه كده اللي هي الفتحه بتاعت الفالوبيان تيوب دي اللي الاوفري عندها، تمام كده؟ طيب فاحنا شايفين اهو ادي الانفانديبولو بلفيك ليجامنت او اللي بيسمى بالسسبنسوري ليجامنت ماسك اهو في الاوفري ورايح اهو، يعني هو بيوريك ان هو رايح ناحيه مين؟ البلفس. ماسك فين في البلفس؟ في اللاترال وول. سهله خالص من اسمها، يبقى هو ماسك من الاوفري وراح في مين؟ في اللاترال وول. طيب فيها ستراكشر؟ اه جوه الليجامنت ده ماشي حاجه اسمها الاوفريان فيزل. طيب في كده معلومه هو قايلها لك كده، قال لك والله الاوفريان فيزل ده وانا بعمل له ليجيشن نتيجه بقى ايه، انا مثلا داخل اشيل ماس فبقطع بعمل هنا او بقفل هنا الدم بحيث ان انا ايه ما اقعدش وانا شغال يبقى في نزيف، تمام؟ طيب قال لك هنا معلومه ان انا عندي ريسك اوف دامجنج اليوترا اليوريتر. طب ده هيجي بقى منين؟ طيب يوريتر، يوريتر اللي هو الحالب، تمام؟ عشان ساعات كده اللفظ يعني يتلخبط معاك. طيب احنا هنشوف هنا كده في الرسمه دي، المفروض ان اليوريتر لما بيجي ينزل من الكدني بيبقى اندر اي فيزل عدا الالياك، عدا الالياك. يعني احنا هنيجي نشوف هنا ادي اهي الاوفريان فيزل اهي، لقينا اليوريتر اللي هو لونه ابيض ده معدي تحتها اندر مين؟ الاوفريان فيزل. فهو بيقول لك يعني وانا جاي اقفل الفيزل ده ممكن غصب عنه وانا بقفل عليه اقوم جاي ايه، ما هو طبعا هو بيبقى اصلا المقص هو اما يجي يقفل هيقفل من نص المقص، فاللي هو الطرف البعيد من المقص ممكن يقوم جاي ايه كمان جايب اليوريتر معاهم جاي اعمل فيه ايه انجري. اتمنى ان هي يعني يكون خياليا واضحه شويه. طيب فهيقوم جاي ايه جاي على اليوريتر وعامل فيه انجري، يقوم هو مثلا بعد مثلا العمليه يلاقي مثلا في كونتنت موجود. طب هو ده جاي منين؟ لا ما هو ده جاي بسبب ان حضرتك عملت انجري في اليوريتر، فاليورين بقى بينزل في الجسم جوه الجسم نفسه مش بقى ماشي وراح للبلادر وبتاع، تمام؟ بعد كده لو جينا بصينا على بقيه الكورس بتاع اليوريتر هتلاقي ان هو راح جاي معدي ايه بقى اوفر اللي هو الالياك فين، تمام؟ او الالياك فيزل. وبعد كده لما جه عدى راح جاي معدي مين؟ تحت اليوتراين فيزل، تمام؟ يبقى هو بيعدي تحت الاوفريان او اليوتراين فيزل لكن بيعدي فوق الالياك فيزل، تمام؟ طيب ده بالنسبه لليوريتر وفهمنا هو بيحصل له انجري ازاي. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها اوفريان ليجامنت. الاوفريان ليجامنت كنا اتكلمنا على الجربنيكلم ده وقلنا ان هو عباره عن يعني ايه حاجه ريمننت زياده كده، والاوفريان ليجامنت ما جواهوش حاجه وملوش فايده ومش مهم، يعني انت المفروض تركز اصلا على الحاجه اللي هي ليها حاجه كلينيكال. الراوند ليجامنت ده بيكون ماسك في اليوترس ونازل على الليبيا ميجورا. طيب خلينا برضو نشوف الاثنين، ادي اول حاجه معانا اللي هو ادي الراوند ليجامنت وادي الاوفريان ليجامنت. الاوفريان ليجامنت ادي ماسك اهو في الاوفري وراح جاي راح لمين؟ لليوتراين هورن. طيب احنا خلصنا اوفري وتراين هورن، هنطلع بقى من تراين هورن وننزل تحت اهي، تمام؟ يبقى هو عمل زي حرف سبعه كده، فانت خدها احفظها كده، ادي الاوفري رحت اللاترال هورن، اللاترال هورن نزلت بيها على الليبيا ماجورا، عملت اول حاجه الاوفريان ليجمنت، بعد كده عملت الراوند ليجمنت، تمام؟ طيب نيجي على البرود ليجمنت. البرود ليجمنت ده حرفيا عامل كده زي الحجاب كده، زي حجاب المراه بالظبط. هو بقى ده حجاب اليوترس او يعني الكفرنج بتاع اليوترس، هو حرفيا شبهه، هتلاقي اليوترس كده متغطي كده، تمام؟ هو اصلا اليوترس بيبقى عامل زي الراس كده بالظبط، وده ايه مغطيها بقى ومغطي كمان شويه الفيزلز، يعني هتلاقي ادي البرود ليجمنت اللي هو ايه الشكل اللي هو موجود ده. البرود ليجمنت ده هتلاقيه عامل بقى ايه غطاء لمين؟ دي ادي عندك كل فالوبيان تيوب، فبيسمى حاجه اسمها ميزوسالبكس، تمام؟ ولو هو غطى الجزء بتاع الاوفري شويه ده بيسمى اللي هو الميزوفاريوم، ولو هو كمان غطى ادي الراوند ليجمنت، تمام؟ بيسمى الميزو او غطى اليوترس بيسمى ميزوميتريوم، تمام؟ المهم اي ميزو من الميزوهات دي، تمام؟ كل ده تبع مين؟ اللي هو البرود ليجمنت. يبقى البرود ليجمنت عرفنا ان هو عباره عن ايه، عباره بالظبط زي الحجاب اللي هو معمول على اليوترس، تمام؟ وطبعا احنا زي ما قلنا متقسم كذا حاجه، لو هو سالبكس يبقى هو مع الفالوبيان تيوب، لو كان مع حتى اسمه ميزوفيريوم، تمام؟ فيريوم يعني من الاوفري فهو مغطي الاوفري، بعد كده الميزوميتريوم يبقى مغطي اللي هو الجزء بتاع اليوترس، تمام كده؟ طيب ما فيهوش برضو تفاصيل، هو بس جايب لك الكونتنت اللي هو حاجات مين الحاجات اللي هو ايه يعني مغطيها يعني، تمام؟
بعد كده عندنا حاجه اسمها كاردينال ليجامنت. طيب الكاردينال ليجامنت ده ماسك في السيرفكس، تمام، وطالع على مين؟ وطالع على اللاترال بيلفس، تمام. طيب ادي زي برضو ما كان في الاوفري كده، موضوع اللي هو السسبنسر ده، ادي اهو، ادي السيرفكس اهي، ادي اليوتراين فيزلز اهو اللي هو بيتكلم لك عليها، تمام. هو بيقوم جاي طالع ليجامنت كده مغطي ايه اليوتراين فيزلز دي، ادي ماسك اهو من اول عند السيرفكس اللي احنا كنا راسمينه فوق اهو، ادي السيرفكس برضو عندي اهو في الحته دي كده اهي، وراح جاي ايه رايح لناحيه اللاترال وول، وهو بقى مغطي المنطقه دي، وادي اليوتراين فيزلز، تمام. في معلومه هنا بقى مهمه برضو، انا كنت قايل لك برضو اليوتراين فيزل موجود برضو، اما انا شرحت في الرسمه من شويه بتاعت اليورت برضو موجود، مين تحته بيعدي تحته اليورت، فبرضو ممكن وانا بعمل المقص، وانا بقى عايزك بقى عشان انا ما بحبش حد ما يبقاش فاهم حاجه، بص ادي ادي المقص اهو مثلا، او الكلامب اللي هو هيستخدمه هنا هيبقى في النص انا كده بالظبط، مثلا ايه اللي هو ماسك الفيزل اللي هو الاوفريان او اللي هو اليوتراين، الجزء الاخير ده اللي هو منه ده هو ده بقى اللي بيروح ايه يعور اليورتر، تمام. فهو غالبا كده كده اصلا الدكاتره بتبقى شغاله يعني وعارفه المعلومه دي، طبعا في ناس ممكن ما تبقاش عارفه، ولكن هو هنا بيبقى ايه اهم حاجه بالنسبه له ان هو ما يعملش انجري لليورتر، سواء كان وهو رايح لليوتراين فيزلز او لو هو رايح للاوفريان فيزلز. المعلومه التانيه في موضوع اليوتراين فيزلز ده هو ان انا لو جيت اقفل دلوقتي، انا جيت قفلت البلاد سبلاي اللي راح لمين؟ لليوترس، وغالبا ممكن العمليه تقعد كتير، فانا قافله لفتره كبيره. مين دلوقتي اللي هيروح؟ مين دلوقتي اللي هيروح يقوم جاي مغذي اللي هو اليوترس؟ اللي هيغذي اليوترس في المرحله دي هو الاوفريان فيزلز، لانها بتعمل كولاترال مع كولاترال يعني سيركيوليشن تانيه، بتروح تغذي برضو اليوترس في نفس الوقت لو حصل اي مشكله في اليوتراين فيزلز، تمام. طبعا ده رحمه من ربنا، لان اليوترس ده اصلا معلش هو في الاخر يعتبر هو ده المرأة، يعني هو لو مش موجود اصلا المرأة خلاص كده ما تقدر تخلف ولا اي حاجة خالص، تمام. فيعني ده ايه ده دي برضو معلومة تانية بالنسبة للموضوع برضو ايه اللي كانت جنبها اللي هو اليورتر. بعد كده في حاجة اسمها يوتيرو، يوتيرو يعني من اليوترس، سكرة يعني في منطقة السكرة من ورا اللي هي بتاعت اخر فيرتبري، ده لما ده يعني هو بيجي بيسأل السؤال هنا، بيسألك يقول لك هو اليوترس ماسك بوستيريورلي مع مين او ايه الليجامنت ده مثلا، فانت بتقول له هو اليوتيرو ساكرال ليجامنت، ده سهله يعني، هو هيروح بوستيريور لمين يعني، ما قداموش غير الفرتبري، تمام. طيب في هنا معلومه بيقول لك على حاجه اسمها ادينكسال تورشن، وده معناه ايه؟ لما بيبقى فيه هنا تيومر او ماس موجوده في الاوفري بتسبب فيه تقل شويه، فالمهم يعني قد يحدث موضوع التورشن، تورشن يعني يلف حوالين نفسه، تمام. واللفه اللي بتحصل دي بتسبب كومبريشن في الاوفريان فيزلز، الاوفريان فيزلز ده اللي موجوده جوه مين؟ جوه الانفانديبلو بيلفيك ليجامنت الذي يسمى ب السسبنسري ليجامنت، فلما هو ضغط على كده قفل الايه الارتيريال بيرفيوجن، ولما قفل الارتيريال بيرفيوجن حصل اديما، ولما هتحصل اديما هتسبب بعد كده لو فضل الموضوع فتره طويله هيسبب نكروزس اللي هو هيسبب دامج يعني في الاوفري، تمام. ده اهو بيقول لك بتكون اسوشيتد مع الاوفريان ماس، و طبعا دي محتاجه سيرجيكال ايمرجنسي لازم تلحقها، علشان خاطر لو حصل طبعا مشكله الاوفري برضو ما بقاش في عمليه اوفيوليشن، فبالتالي برضو بقى في انفيرتيليتي، تمام. وطبعا ممكن انت يحصل لك كونفيوجن ما بينه وما بين الابندسايتس، خاصه ان هم ممكن تبقى اصلا التورشن ده حصل ناحيه الرايت، تمام. فلازم تاخد بالك هنا، طبعا بيبقى في موضوع الفوميتنج ده، فده نوعا ما مميز، الابندسايتس مش هيجي قوي بالفوميتنج، على قد ما هيجي عنده موضوع الجاردنج، ان انت هتيجي تحسس على بطنه تلاقيها بتحصل فيها ريجيديتي جامده قوي، تمام. يعني دي بعض التفاصيل كده انت بتخليك نوعا ما ايه قادر ان انت تميز الحاجه، طبعا احنا بنعمل سونار وكلام من ده، ولكن ده لازم تبقى انت برضو لماح شويه في الحاجه اللي انت شغال عليها. طيب بعد كده هنتكلم على البلفيك اورجن برولابس، والبلفيك اورجن برولابس بيحصل نتيجه ايه؟ معناه ايه اصلا برولابس؟ معناه ان حصل هيرنيشن، يعني خرج من موضعه، خرج من المكان اللي هو موجود فيه. طيب ده بيكون نتيجه ايه؟ اكتر حاجه مشهور بيها هو المالتي باريتي، نتيجه ان الست طبعا، وده غالبا كان مع الولاده اللي هي الطبيعيه، تمام، اللي هي نورمال ليبر، لما دلوقتي كله شغال قيصري ويعني ايه يعني الحاجه كده بقت الموضوع مش حلو خالص يعني. المهم يعني اللي كان بيحصل في موضوع البرولابس ده كان بيحصل غالبا مع النورمال ليبر، تمام، مش مع السي سيكشن، تمام، اللي هي القيصريه. فاللي كان بيحصل ان هو ممكن يخرج البلادر،
وانت هتستعجب البلادر ازاي يعني انت انا هوريك الرسمه دلوقتي. وممكن يخرج الريكتم تمام، وممكن يخرج كمان تلاقي اليوترس طالع من المنطقه اللي هي بتاعه الفاجينا، يعني تلاقي اليوترس هو اللي موجود مش الفاجينا تمام. والفاجينا اصلا حصل لها برولابس يعني زي ما عادش فيها سبورت ووقع تمام. طيب خلينا كده نشوف بقى الرسمه بتاعه القصه دي. يبقى ده كان سبب زيادته ايه؟ ان في بريشر جامد قوي تمام. نتيجه البريشر الجامد قوي ده بيحصل ايه الموضوع ده؟ حتى في ستات يقول لك انا بعد الولاده مثلا جالي بايلز، بايلز دي اللي هي البواسير يعني تمام. طيب خلينا كده نشوف القصه دي كده. ده طبعا بيبقى نتيجه اللي هو الايه؟ الكومبريشن شغال في الانترا ابدومينال وول، يقوم ها يزق الحاجه لتحت تقوم يحصل لها برولابس تمام. خاصه برضو لو المسلز نوعا ما ضعيفه، او كان في مالتي كذا مره كذا مره حصل الموضوع، فخلاص بقى المسل ضعفت فبتبدا ان هي تخرج لبره. ادي ده النورمال اناتومي بتاع اللي هو العادي، ادي البلادر وادي الفاجينا وادي اليوترس وادي الريكتوم. لو جينا بصينا هنا بقى ايه اللي بيحصل؟ ده اسمه الريكتوسيل. الريكتوسيل تمام. طبعا الريكتوسيل انت هنا في المرحله اللي احنا بنتكلم فيها انت دلوقتي في مين؟ بوستيريور، الريكتوم ورا تمام. ولو انتيرو هيبقى البلادر، ولو هو ايبيكال ده يبقى ايه الحته اللي هي فوق. طيب عشان برضو تبقى انت فاهم اللي بيحصل، راحت فين الرسمه اهي. طيب ادي الريكتا موجود ورا مين؟ ورا الفاجين تمام. فده سموه بوستيريور ايه برولابس، هو جاي من ورا، انما ده هيتسمى انتيريور برولابس. طيب البوستيريور برولابس اللي هو ريكتو سيل ده الشكل اهو اللي هو اللي خرج ده كده تمام. السيستو سيل يعني نتيجه البلادر فوق من قدام، فده بيسموه الانتيريور برولابس. انما الابيكال يعني جاي من فوق اهو، فده بيسموه اليوترين برولابس. شايف اليوترس بقى فين؟ يعني الاسس كان مكانه فين بقى فين؟ شايف الفرق؟ فده اللي هو اللي بيحصل نتيجه طبعا المالتي بارتي. ده غالبا دلوقتي ما بقاش موجود ليه؟ لان ما فيش حد اصلا بيعمل نورمال ليبور، بيخش عمليه نص ساعه ادي السكشن يلا سلام عليكم روح يا حاج خلص تمام. ده اللي بيحصل يعني دلوقتي. طيب فالبرولابس ده مش هتلاقيه كومون قوي في الفتره دي، كان مشهور شويه زمان قبل ما السي سكشن دي تدخل ايه القصه بتاعتنا دي. طيب دلوقتي هنيجي على شويه الهيستولوجي تمام. احنا دلوقتي عايزين نحط كده فيصل كل اللي بعده. اولا احنا ما عندناش غير تو ابيثيليوم اللي هنتكلم عليهم، ستراتيفايد سكويموس وسيمبل كولمنر. احنا بقى محتاجين ان نحدد الجزء اللي هو كله ستراتيفايد والجزء اللي هو كله كولمنر. هنيجي نبص في الرسمه دي. انا والله اتعمدت ان انا يعني اخلي الموضوع كله رسومات عشان الجزء ده انا نفسي كنت بعاني منه يعني ما. فانا اتمنى ان شاء الله الموضوع يكون سهل. طيب ادي منطقه الاكتو سيرفكس تمام، ادي الاكتو سيرفكس تمام، وهنا الاندو سيرفكس تمام. المنطقه دي كلها كده تعتبر السيرفكس، ادي الانترنال اوس وادي الاكسترنال اوس. طيب اللي بيحصل كالتالي، كل المنطقه اللي من اول الاكتو دي لحد تحت عباره عن ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم. طيب كل المنطقه اللي ما بعد الاندو يعني الاندو معاهم الاندو لحد جوه ده سيمبل كولمنر جوه لحد فالوبيان، كل ده فالوبيان تيوب كل ده واليوترس وكل ده كل ده عباره عن سيمبل كولمنر. طيب في بقى هنا اختلافين. هنا المفروض دي ترانزيشن زون. عارف ترانزيشن زون زي مين؟ زي الدخله بتاعت الاسوفاجس كده مع الاستومك فاهم. فالحته دي كده بتبقى بيقول لك استراتيفايد كولمنر، يعني فيها شويه استراتيفايد شويه كولمنر، ده طبيعي لانها ترانزيشن زون. هتلاقي النص ده اللي هو من اول الاندو بقى كولمنر، الحته دي ايه بقت ستراتيفايد. دي الحته اللي احنا بنقول عليها الترانزيشن زون اللي انت هتقراها. الحاجه بقى الاخيره ان الوحيد اللي فيهم كيوبويدال اللي هو مين؟ الاوفري. ده بيبقى سيمبل كيوبويدال سيل. خلاص كده دي خلصت برضو الجزء ده. الميرو برودكتيف خلينا بقى نتكلم على حاجه تانية خالص وهي موضوع التروما تمام، وده مشهور. طيب اول حاجه معانا هو الرينال انجري، بعد كده البلادر انجري، بعد كده اليوريثرال انجري. الرينال انجري بتحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ان حصل ريب فراكشر. وريب فراكشر اهي واحده اللي هم اللور، ليه؟ لان الرينال موجوده تحت. طب خلينا كده برضو نشوف الرسمه اللي انا بتكلم فيها دي. ادي الرينال انجري، شايف الرينال قاعده على او يعني الريليشن بتاعها موجوده في مين؟ في اللور ريبس اللي هم اللي بيسموهم حتى الفلوتنج ريبس. فلو حصل مثلا ان حد مثلا حصل له كسر في المنطقه دي وللاسف حصل ديسبليسمنت قوي للريبس، وده طبعا على حسب التروما جت قويه ازاي او هكذا يعني، هتقوم الريبس دي داخله جوه جوه الكدني وعامله فيها بقى انجري، وده طبعا هيبقى ايه زي ما قلنا بناء على الفورس اللي وقعت على الكدني
الحاجة التانية وهي البلادر انجري. البلادر انجري دي فيها حاجتين، في سوبيريور انجري وفي انتيريور انجري. السوبيريور انجري دي بتيجي، عارف انت يعني اللي هو بيبربط الحزام، حزام ال زي الحزام، الحزام اللي بنلبسه في البنطلون يعني، تمام؟ ده هو يعني بيشبهها لك زيها. ليه؟ لان اللي بتحصل دي غالبا الحوادث دي بتبقى حوادث عربيات، يعني هما بيجي يتخبط بيقوم جاي مخبوط في الجزء اللي هو عند البلاتر ده من تحت، ايه نتيجة طبعا اللي هو الكسور الذات اللي بيحصل، ان هو ايه بيبقى ماشي بسرعة كبيرة مثلا، مرة جاي ايه ضغط فرامل يقوم جسمه كله يتنطر لايه لقدام، يقوم مخبوط في الجزء ده، تمام؟ وحتى اللي هو السيت بيلت، حتى اللي هو الحزام، حتى نفسه اللي هو بتاع العربية نفسه، تمام؟ طيب خلينا برضو نشوف كده الرسمة بتاعتها بتبقى ازاي. ادي الجزء اللي هو السوبيريو اللي هم بيسموه البلادر دوم، اهو هو ده اللي لو حصل مثلا فورس جاي كده اهي من قدام اهي، تمام، هيقوم جاي الحتة دي كلها حصل فيها ايه رابشر. طيب في برضو جزء تاني وهو الجزء اللي هو الانتيريور بارت، تمام، بلادر انجري ده برضو لو هو حصل ان هو جه في الحتة دي كده في البلادر نيك، يعني جه في المنطقة دي، يعني كانت لتحت شوية، كانت الصدمة موجودة تحت شوية، يبقى ايه يا اما تيجي الصدمة هنا كده فوق، يا اما تيجي الصدمة تحت كده. المهم في النهاية اللي هيحصل ان هو هيحصل بلادر انجري، تمام. ايه برضو اللي انا هلاقيه؟ يعني هلاقي ان في هنا مثلا بيقول لك مثلا في الموضوع اللي هو الانتيريور ده هتلاقي فيه accumulation، تمام، في اليورين، تمام. اكسترا بريتونيال يعني ما بيبقى في المنطقة اللي هي، خلينا كده نجيب الرسمة تاني، بيبقى في المنطقة دي كده بره هنا، تمام، موجود في الحتة دي كده. ودي برضو ممكن تحصل من بلفك فراكشر، يعني لو جه حتى من تحت هنا خبط المنطقة بتاعت البلادر نيك كده من تحت، برضو ممكن يسبب برضو نفس الموضوع، ولكن غالبا الحتة اللي من تحت دي بتيجي في يوريثرال انجري، يعني هنتكلم برضو عليها، تمام كده. طيب في موضوع اللي هو السوبيريو اللي هو بيتكلم عليها دي، برضو كان قال ان بيحصل مثلا انكريز في اللي هو اليوريا والكرياتينين. طب ده نتيجة ايه؟ نتيجة طبعا ان البلادر هنا ما بقاش اليوريتر عارف يصرف اليورين، فطبعا ايه بيسبب انجري للكدني مع الوقت يعني، تمام. ده بالنسبة لي اللي هو البلادر انجري. في الحاجة اللي هو التالتة ده اليوريثرال انجري، ودي غالبا اللي بتتسأل بقى، في الانتيريور يوريثرال انجري وفي البوستيريور يوريثرال انجري، شفت برضو في البلفيك فراكشر، ولكن دي الأشهر بقى، يعني الأشهر إن أنا لو جه هنا واحد مثلا اتخبط، نرجع للرسمة تاني، لو جه واحد اتخبط هنا، هو الأسهل إن هو يتأذى في الحتة دي ولا يتأذى في الحتة اللي فوق دي؟ أكيد هنا، لأن دي اللي هتاخد الصدمة الأولانية، فده الأشهر، فده اللي بيتسأل. بلفيك فراكشر دي بقى اللي هو مثلا واحد راكب موتوسيكل بتاع حاجة زي كده يعني، تمام، او مثلا وقع وقعة قوية او في المنطقة دي كده. طيب بالنسبة لي البوستيريور ريترال انجري قلنا من بلفيك فراكشر، من بلفيك فراكشر اسف، ده بيحصل نتيجة ايه؟ بالبو ممبرينس جانكشن. البالبو ممبرينس جانكشن ده، نرجع بقى لرسمة تانية خالص نجيبها اهي، ادي اليوريثرا متقسمة عندنا في جزء ممبرينس، في جزء بالبو، في جزء اللي هو البينايل. الفراكشر لما بيجي يحصل بيحصل في المنطقه دي كده اهي، عند الحته دي كده، فلما يحصل الكسر هنا يقوم اليورين او الكونتنت او اي حاجه اللي حصلت هتيجي تقع، تقع في مين؟ في السكروتوم، يقوم يقول لك تعمل لك سكروتوم هيماتوما اهي. ادي بالبو ميمبرينوس يعني اللي هو الجنكشن اللي ما بينهم، ويحصل طبعا ان هو ايه السكروتوم هيماتوما في الانتيرو، بس برضو موجوده هنا يعني، حتى دي برضو موجوده، وبرضو بيقول لك ان ده الويكست بارت، تمام. وبيقول لك ان بيكون في هاي رايدنج بروستات، يعني بتلاقي ان البروستات بقت ايه زي ما هو جايبها كده في الرسمه دي، ثانيه كده اهي، بقت ايه قاعده تنزل في جوه مين؟ جوه المنطقه بتاعت البلفس هنا، زي اللي موجود في الرسمه دي بالظبط، تمام. ولكن برضو نوعا ما ممكن برضو توصل او تريتش، طبعا ده بيبقى على حسب البوزيشن هو جاي فين بالظبط، ولكن برضو ممكن تريتش برضو السكروت. ولكن السكروتوم لو جينا قلنا مثلا السكروتوم هيماتوما اكتر فين؟ لا هتكون في الانتيرو بورت. ليه؟ لان هو قال لك في البلبر، والبلبر ده ثواني كده نجيب الرسمه، البلبر ده اللي هو الجزء اللي قدام ده، تمام، اللي هو هنا بقى، يعني يعتبر في المنطقه دي، هو مش هيجي في هنا في البروكسيمال بورت، لا ده هيجي في الديستال بورت، فلما يجي يتخبط هنا هيحصل كونتنت انها تقع هنا، على عكس هو كان هنا بيقول لك الممبرين وبلبر، يعني في المنطقه دي كده، فهتقع في مين؟ في البلفس هنا، فاهم؟ هي فكره كلها بوزيشن ولوكيشن، تمام. وطبعا انت لما يجي يحصل اي فراكشر بقى مش هيجي هو يميز يقول لك ده انا جاي اخبطك هنا بالظبط، انا مش جاي اخبط، فاهم؟ هو ما بيبقاش كده، فعادي ان انت تلاقي ده وتلاقي ده، تمام. يعني ممكن تلاقي عادي هنا في مثلا سكروتال هيماتوما وجاي مثلا من بلينو بالور، بس هو هنا بيكلمك في الكومن ان هو بيلاقيه،
يعني هو قام ان انا لما يجي مثلا واحد يتخبط في بلبك فراكشر تمام، يقوم هو بيقول لك ان بيجي في الممبرينس بالبر يعني في المنطقه دي، يقوم يحصل فين؟ يحصل كونتنت او يتجمع، او البروستات لما هتيجي تعمل اليورين هيجي يطلع فين؟ اليورين طبعا مش هينزل خلاص بقى في اليورس، هيجي يتجمع فين؟ هنا. تقوم تلاقي المنطقه بتاعت البلفس دي بقت كلها عباره عن يورين. لكن لو جينا لقينا هنا في البالبر، هو بيبقى هنا الخبطه هنا قدام، فلما بتيجي تسقط الكونتنت بيجي يقع فيه السكروتم، وده بيقول لك كمان نتيجه هيماتوما، يعني ممكن كمان هو يكون اتخبط هنا في المنطقه دي. تمام. طيب كده احنا خلصنا اليوريثرال انجري. خلينا نتكلم هنا بقى على حاجه تانية خالص، وانا بتكلم على السكشوال ريسبونس. طبعا اللي بيحصل كالتالي، المفروض في حاله السكشوال ريسبونس ان اول حاجه بيحصل اريكشن، بعد موضوع الاريكشن بيحصل موضوع الاستيميوليشن. الاستيميوليشن ده بيعمل حاجه اسمها ايميشن، ايميشن ده يعني يحصل ايجاكيوليشن، يعني الكونتنت تخرج من البلادر تمشي في اليوريثرا، ده اسمه ايجاكيوليشن. بعد كده بقى كونها انها خرجت من اليوريثرا وطلعت بره الجسم، ده اللي هو اسمه اكسبولجن. تمام، دي المراحل اللي بتحصل. طيب الاريكشن ده بيحصل عن طريق مين؟ عن طريق الباراسمباثيك سيستم، والحاجات دي بتتسال على فكره، يعني ده مش مجرد اللي هي شرح، لا دي بتتسال وبتتسال، ده بيموتوا في الاسئله في الحوار ده. ليه بقى؟ لان هو هنا بيبقى عايز يعرف، انت عارف النيرف اللي مسؤول عن كام؟ يعني مثلا جالك واحد مثلا عنده مشكله مثلا في الاريكشن مثلا، لازم تبقى عارف النيرف اللي مسؤول اصلا عن القصه دي ايه، او اللي انت هتشتغل عليه هو ايه، اللي هو البلفيك سبلانكنيك نيرف، وده اللي هو جاي منين؟ ده يعتبر فيجاس. تمام، ده يعتبر من جزء من الفيجاس نيرف. تمام، مش انا اسف، جزء من الباراسمباثيك. انا المشكله اصل غالبا الناس تيجي تربط الباراسمباثيك بالفيجاس، يعني بس المهم يعني هو يعتبر جزء من الباراسمباثيك سيستم. تمام. طيب يبقى ايه اللي بيحصل في موضوع الباراسمباثيك ده؟ ان بيحصل ان بيجي نيتريك اوكسايد بيبدا يطلع من كريسبونس ان الباراسمباثيك نزل امبلسز، يقوم يطلع السي جي ام بي، والسي جي ام بي مسؤول عن فاز دايليتيشن، يقوم يعمل تدفق دموي كبير قوي للمنطقه بتاعت البينس، يقوم يحصل موضوع الاريكشن. تمام. هنا بقى بيقول لك لما مثلا بعد خلاص ما حصل اريكشن، الجسم ازاي بيستجيب لان هو بقى خلاص يبقى انتي اريكشن. ده بيحصل عن طريق النور ايبينفرين، هو بيساعد في افراز الكالسيوم، والكالسيوم بيعمل فازو كونستريكشن، يقوم يقلل الدم المتدفق، يقوم يحصل الانتي اريكشن. طيب موضوع الاميشن ده بيحصل عن طريق الهايبو جاستريك نيرف، وده سمباثيك سيستم. تمام، يبقى اذا المسؤول عن الايجاكيوليشن هو السمباثيك نيرفس سيستم. عشان كده يقول لك الناس اللي ماشيه على بيتا بلوكر بيكون عندها تاخر في القذف، يعني بيكون عندها مشكله شويه في موضوع مين اللي هو الايجاكيوليشن. تمام. طيب الاكسبولجن، الاكسبولجن ده اللي هو القذف الخارجي خالص، اللي هو الاحساس بقى نفسه، ده بيجي من البيودينال نيرف. تمام، والاسئله دي بتتسال. تمام، يعني واحد يجي يقول لك مثلا السوماتيك، مثلا السوماتيك سنسيشن مثلا في السيكشوال ريسبونس مثلا بيكون منين؟ من البيودينال. تمام، ولكن الاكتر واللي بيتسال هو موضوع السبلانكينج ده، يعني بصراحه. تمام، اللي هو جزء الباراسمباثيك يعني. طبعا هو الادويه اللي بيشتغلوا عليها الناس اللي هي بتكون عندها مثلا مشكله اريكتال ديس فانكشن او كده، بيشتغل ازاي؟ اللي هو بالسيلدنافيل او الفياجرا. يعني بتشتغل ازاي؟ بتشتغل عن طريق في انزيم اسمه اللي هو الفوسفودايستريز، يعني ده بيحصل ايه؟ طبعا هو فيهم كذا كذا نوع، يعني في 1 و2 و3، وكل واحد على فكره ليه شغل، يعني في تقريبا 3 منهم، ده شغال على على البرونكاي. تمام، المهم يعني 5 ده تمام انهيبيتورز بقى، لما بيجي يمنع الانزيم ده بيساعد ان يتكون نسبه كتيره من النيتريك اوكسايد والسي جي ام بي، يقوم يساعد في موضوع الاريكشن. ده دي اصلا ده شغل الفياجرا، ده الشغل بتاعها. تمام، والعلم اصلا الدواء ده ما كانش اصلا ده استخدامه، يعني لما جم استخدموه كانوا اصلا بيستخدموه للرئه، ولكن لما جم بقى شركه اصلا فايزر تعلن افلاسها، وان هم خلاص بقى الدواء ده حتى فشلوا ان هم يعملوه، وان هم حتى يجيبوا منه فلوس تساعد الشركه، راحوا جايين هم عاملين جه يعني سالوا الناس احنا خلاص هنوقف الدواء، يعني هم بقى كانوا بيعملوا عليهم التجارب يعني، والناس دي اصلا كانت شغاله في مصانع. تمام، فالناس رفضت، فيهم واحد قال لهم لا انا ما... طب انا ممكن افضل محتفظ بالدواء؟ قالوا له ليه يعني؟ فقال لهم ده بيساعدني في موضوع اللي هو السكشوال ده. فمن هنا بقى شركه فايزر اتغنت، يعني هو انت متخيل بيجي الرزق كده من ايه وانت مش عارف اصلا هو جالك من ايه؟ جاي اصلا هم شغالين في دنيا، وده جالهم في دنيا تانية اصلا خلاص. ده طبعا كان ثروه يعني في الفتره دي. تمام، طيب خلينا بقى نكمل كلامنا كده في موضوع اللي هو السبرماتوجينيسيس. طبعا السبرماتوجينيسيس ده ليه عمليه تكوين السبيرمز،
دي بتحصل في السيمينيفرس تيبيول. تمام، اول حاجه بتبقى السبرماتوجونيا، والسبرماتوجونيا دي بتكون عباره عن 2N، وبعد كده بتدخل في مايوزس 1، وبعد كده مايوزس 2 تبقى هابلويد، هابلويد يعني بتبقى 1N، وبعد كده بيحصل ديفرانشيشن للسبرماتيد اللي هما كانوا بيقولوا عندنا اسمها الطلائع، الطلائع المنويه، السبرماتيد دي تتحول ان هي تبقى سبيرمز. تمام، اللي بيحصل هنا بقى حاجه، ان بيحصل لوس اوف ذا سيتوبلازم اللي موجود في السبرماتيد، زائد ان بيحصل تكوين للاكروزوم، في حاجه اسمها اكروزوم كاب بيكون على السبرم. ده بقى الديفرنشيشن. الديفرنشيشن ده عباره عن ايه؟ ان انا فقدت السيتوبلازم اللي موجود في السبرماتيد، وفي نفس الوقت ركبت على السبرماتيد ده ايه اللي هو الاكروزوم الكاب ده، هنا بقى كده اسمه سبرما، او هنا ده اللي هي عمليه الديفرنشيشن اللي حصلت، والاثنين هابلويد عادي. تمام، يعني انا ان شاء الله في الصفحه الجايه او اللي بعدها هيبقى فيها عن الموضوع ده. تمام، طيب احنا كده خلصنا يعتبر السبرماتوجينيسيس. طب بالنسبه للسيرتولي سيل دي وظيفتها ايه؟ السيرتولي سيل دي المفروض بتسكريت حاجه اسمها انهبين بي، بيمنع الاف اس اتش. تمام، واهم وظيفه للسيرتولي ان هي بتعمل حاجه اسمها اندروجين بايندنج بروتين، يعني بتخلي التستوستيرون يكون موجود جوه التستس وتحافظ عليه جوه التستس، بحيث انها بتساعد في عمليه السبرماتوجينيسيس وتساعد في ان السبرمز تتكون بشكل كبير. تمام، وطبعا اهم وظيفه برضو اتكلمنا عليها ان هي بتعمل حاجه اسمها موليريان انهبيتوري فاكتور، اللي كان بيمنع في الذكر، قلنا الذكر بيكون فيه حرف الواي، حرف الواي ده المفروض ان هو بيكون التستس، وبعد كده ما هو اكس واي. تمام، حرف الواي ده قلنا بيكون تستس، بعد كده سيرتولي سيل، السيرتولي سيل دي كانت بتطلع حاجه اسمها موليريان انهبيتوري فاكتور، ده اللي كان بيمنع ان يتكون في الذكر الفالوبيان تيوب واليوترس والايه والقصه دي. تمام، كمان ليه وظيفه تانية، المفروض اصلا ان التستس واللينس بتاعت العين الاثنين دول اصلا الجسم ما تعرفش عليهم، يعني الزايمز جلاند ما تعرفتش عليهم والجسم ما يعرفهمش، ولو الجسم عرفهم هيعمل ضدهم مناعه. تمام، فربنا سبحانه وتعالى عامل اصلا ليهم يعني هم مش معروفين، حتى بيسموهم سيكويستريتد انتيجنز، يعني انتيجنز مش معروفه للجسم او مختفيه. تمام، بمجرد بقى مين بقى اللي بيحافظ على البارير ده ان ما يدخلش ليه او ما تدخلش التستس الانتي بودي، هو موضوع مين؟ السيرتولي سيل دي. عشان كده لو واحد اتخبط في التستس مثلا في عركه او اي حاجه، البارير ده بيبوظ، ولو باظ تقوم جايه داخله طبعا مين؟ الانتي بودي، بقى فيه ستريليتي، خلاص الموضوع انتهى. يعني كمان بتعمل نورش للسبيرمز وكده، يعني بحيث انها تفضل محافظه على الحيويه يعني او الفيتاليتي بتاعتها. برضه هي تمبريتشر سنسيتيف، فالناس اللي كان بيكون عندها مشكله في اللي هو الكريبتوكتيزم او كريبتوكتيزم ده، اللي هو يعني اللي هي اندسنت تيستس، اللي هم الناس اللي هي العيال الصغيره اللي بيبقى التيستس ما حصلهاش ديسنت، للاسف السيرتولي سيل عندهم بيحصل فيها مشكله. تمام، فلازم يتلحق بدري. اللايدك سيل بقى هي اللي بتفرز التستيرون، يبقى اذا التستيرون بتفرز من اللايدك سيل يقوم يروح لمين؟ للسيرتولي، تثبته في مين؟ في التيستس عن طريق الاندروجين بايندنج بروتين. تمام، اللايدك سيل اصلا بتعادي برضو مين؟ اللي هو ال LH، لان احنا قلنا المفروض هي شغاله كلها نيجاتيف فيدباك، التستيرون يزيد ال LH ايه يقل، ال LH لو زاد يبقى التستيرون طبعا هو اللي هيقل. تمام، طيب التمبريتشر بيقول لك يعني بتبقى موجوده اهو زي ما قلنا ايه في الكريبتو تشايدزم، وفي نفس برضو وقت برضو بتكون موجوده في موضوع الفاريكوسيل. ادي السبرماتوجينيسيس، وده اللي انا وضحته لك في موضوع السبرماتيد اللي هو موضوع مين، ده بيسموها السبرميوجينيسيس، هي نفس معنى كلمه ديفرنشيشن. يعني قلت لك بيلص السيتوبلازم والاكروزومال برضو، وبعد كده يبقى هو ايه ماتيور جاهز ان هو يقدر يعمل فيرتلايزيشن. في معلومه هنا، في مشكله في السبرم ده نفسه، لو حصل مشكله في الموتيليتي ده بيكون الشخص ده اصلا عنده كارتيجنر سندروم، يعني اصلا هتلاقي عنده اصلا كل السيليا اللي موجوده في جسمه مش شغاله، وده طبعا لو جه في الست برضه هيسبب لها موضوع اللي هو ايه ان الفالوبيان تيوب ما تبقاش شغاله فيها، اللي هي الاهداب اللي موجوده فيها اللي بتحرك الاوفا يعني. تمام، طبعا كارتينجنر ده برضه بيكون عنده نفس الشكل بتاع السيستك فايبروزس بالظبط، بيكون عنده برضه ريكارنت ريسبيراتوري انفكشن، لان طبعا ريسبيريشن بيكون فيه سيليا. طيب التيل بقى لو كانت الموبيليتي بتاعته كويسه، ولكن الفكره نفسها في ايه بقى؟ الفكره نفسها هنا ان الفاس ديفرنس احيانا بيكون في السيستك فايبروزس مش موجود اصلا. تمام، فده بيسبب انفيرتيلتي. تمام، يبقى الفكره هنا لو على حسب الكيس، ممكن اجيب لك كيس واحد عنده ريكرنت انفيكشن ومثلا ريسبيراتوري انفيكشن، وقال لك مثلا هو
معلومه بقى كده تدس كده في نص الكيس، يقول لك ايه اند تيل موبيليتي از نورمال. بعد كده جاب لك بقى تحت، طب انت بقى ايه، يقول لك مثلا الحاله دي مثلا كارتيجنا وسيستيك فايبروسس مش عارف. طالما قال لك ده نورمال يبقى اذا ده سيستيك فايبروسس، لو مش نورمال يبقى اذا دي مشكله كارتيجنر. تمام. بالنسبه للاستروجين انت مش محتاج تعرف عنه حاجه يعني، غير ان هو اللي مسؤول عن الديفلوبمنت بتاع الايه الانترنال والاكسترنال جينيتاليا، هو اللي مسؤول ان هو يحافظ على العظام كده. لكن يعني الحاجات دي ما بتتسألش، ويعني كلام عام قوي يعني. تمام. بالنسبه للبروجستيرون ده مهم شويه في فكره اللي هو ان هو بيحافظ زي ما قلنا بيعمل مينتينين لل البريجننسي عن طريق ان هو بيحافظ على الاندوميتريوم ان هو ما يحصلوش مين انقباضات، ويحصل طبعا اللي هو الابورشن يعني. الحاجه التانية برضو ان هو بيمنع موضوع ان السبيرمز تنتر اليوترس، فمثلا لو حتى حصل مثلا اي سيكشوال ريليشن ما بين الهازبند مثلا والوايف في بعد حتى ما هي تكون مثلا حامل، ده خلاص مش هيأثر على حاجه يعني، ولا ان هو مثلا هيتولد ولد مع الولد اللي موجود، لا. هو هنا البروجسترون وظيفته ان هو عمل سيك ميوكس منع اصلا حتى ان حتى لو حصل سيكشوال ريليشن ان ايه يدخل السبيرمز دي وتعمل برضه فيرتلايزيشن وكده. تمام. طيب وظيفته برضو من الحاجات المهمه بتاعته ان هو بيقلل ال اتش والاف اس اتش. تمام. طيب وبيقلل البرولاكتين اكشن اون بريست. عشان كده تلاقي البروجسترون بيجي في المرحله اللي هي بقى من عند الشهر كده الايه التاسع او الثامن كده وتلاقيه قل خالص. ليه؟ لان البرولاكتين بقى انا محتاجه دلوقتي عشان يبدا يصنع اللي هو الايه البريست ميلك وكده. طبعا احنا قلنا هو بيقلل الكونتراكشن عشان طبعا ما يحصلش موضوع الايه الابورشن. الاوجينيسيس نفس بالظبط فكره السبرماتوجينيسيس، ولكن هنا الاختلاف في حاجه بسيطه قوي، ان هو هنا يعني اما بيجي تنقسم اللي هي السبرم الاوجونيا بتطلع اوفا واحده وثلاثه بولر بادي. تمام. بولر بادي دي بتبقى حاجات يعني اجسام ملهاش لازمه يعني، هي بتبقى القصه كلها ان الاوفا خدت كل الكونتنت والغذاء وكل حاجه وسابت ايه الثلاثه ريمننت كده مالهمش لازمه يعني. تمام. بس برضو حاجات يعني نوعا ما مش مستاهله قوي يعني. الاوفيوليشن اهم حاجه فيه ان انت تبقى عارف انه بيحصل نتيجه ايه، نتيجه ال LH سيرج. بيجيب لك في الاختيار عادي بيبقى دايركت كويستشن، وما يقول لك مثلا ايه اوفيوليشن اكور دي تو انكريز الاستروجين انكريز ال LH انكريز ال FSH انكريز البروجسترون، لا هو انكريز ال LH. تمام. فما كونفيوز ما بينه وما بين الاستروجين، هو الاستروجين بيبقى عالي فعلا ولكن هو سبب الاوفيوليشن ايه هو ال LH. تمام. ده هو اصلا شغل اصلا الكونتراسبتيف بيلز في كده اصلا، شغلانه اصلا بتمنع ال ال اتش يعني، بتطلع الكونتراسبتيف كونتراسبتيف بيلز اصلا وظيفتها ايه، هي اصلا بتبقى عباره عن استروجين، الاستروجين اللي موجود اصلا في الدواء ده بيروح يمنع ال ال اتش ان هو يطلع، يوم يمنع الاوفيوريشن يوم ما يحصلش اللي هو الفيرتلايزيشن. تمام. ده هنتكلم عليه في الفارما ان شاء الله يعني. فبالتالي هو اهم حاجه في الاوفيوريشن هو ال ال اتش، بيبقى سؤال دايركت وبيجي والله. تمام. كحاجة يعني هما بيدوا بقى درجات للناس اللي بتمتحن. في هنا بيقول لك حالة يعني اسمها اللي هو الايه الميتال شيمرز، دي بتبقى عبارة عن ايه، بيحصل يعني بيقول لك بيبقى في بين مع الاوفيوليشن، وطبعا بص اي بين بيكون موجود غالبا في الابدومينال اريا ده بيكون غالبا نتيجة بروتينيال اريتيشن. تمام. فيعني هو بيقول لك الحالة دي بتكون شبه الاكيوت ابندسايتس، وده بيكون بيحصل ايه، ده بيكون نتيجة النورمال بليدنج بعد مين، بعد ما الفوليكولار بيحصل لها رابشر عشان تطلع الاوفا. فدي يعني بيقول لك دي حاجة عادية في بعض الستات اثناء اللي هو موضوع الاوفيوليشن ده، تلاقي جاية بتتألم في المنطقة دي. تمام. طبعا هو لو الدور على الرايت ان هو يطلع الاوفا هيبقى ناحية الرايت، فيبقى شبه الاكيوت ابندسايتس يعني، هو بيكلمك في كده. تمام. فده حاجة طبيعية يعني، دي مش حاجة يعني ابنورمال. تمام. فالبين ده بيحصل نتيجه ايه، نتيجه الايه الفوليكولار رابشر، ان هي بتطلع مين الاوفا بره. تمام. فبتجي لك يقول انا عندي وجع انا مش عارف ايه، لان هي مش حاله ابندسايتس ولا في جاردنج ولا زفت، وانت مديلها ايبوبروفين حاجه مسكن وخلاص، بيقعد يومين الموضوع بينتهي يعني. طيب المنستور سايكل، بروجسترون اتكلمنا على الموضوع ده وقلنا طبعا البروجسترون طبعا لو قل هيسبب، هنا بيقول لك بيقلل الفيرتيليتي، ديكريز البروجسترون يقلل الفيرتيليتي يعني بيعمل ان فيرتيليتي، يعني اذا البروجسترون لو مش موجود هيعمل ان فيرتيليتي، ده نتيجه ايه
قلت لك ان هو اصلا بيعمل اصلا امبلانتيشن، هو مسؤول ان هو يحافظ على الامبلانتيشن، فلو ما فيش امبلانتيشن خلاص، او يعني يحافظ على مينتيننس البريجننسي، فلو ما فيش خلاص يبقى فيرتيليتي هنا معناها انها قدره ان هي ان هي تجيب عيال يعني، تمام. فلو هي مش قادره ان هي تعمل خلاص يبقى ما فيش فيرتيليتي يعني، ده الخصوبه يعني. طيب طيب هنا برضو في هنا اللي هو الابنورمال يوتراين بليدنج، مش يعني مش مهم قوي لان احنا هنتكلم عليها كده كده اوريدي في الباثولوجي، تمام، فنخليها في الباثولوجي يعني. طبعا هو في هنا كذا اختلاف يعني، في حاجه اسمها منورايجا، في حاجه اسمها مترورايجا، في البوليمينوريا، في الليجومينوريا، كل الكلمات دي ما بقاش ليها اصلا لازمه دلوقتي. ليه بقى؟ لان هو خلاص هو اي حاجه من دي احنا طبعا كان كل حاجه بقى المينوريا دي مش عارف بتسمى دي نتيجه مش عارف بليدنج منين، مش عارف من راجيا او حاجه تانية، المهم كل التفاصيل دي ما عادش حد بيقولها، كل اللي بيقول لك بيقول لك في يوتراين بليدنج، تمام. التفاصيل اللي ما كانش ليه لازمه ده لغوه اصلا يعني، مع التيرمز دي ما عادتش موجوده، تمام. طيب بالنسبه للبريجنانسي، هو هنا بس المعلومه البسيطه اللي انت محتاج تعرفها ان هو كلمه جرافيتي، لان دي بتيجي في الكيس يعني، دي بتاعت النمبر اوف بريجنانسي، والله مش مهم حتى، بس هو يعني انا بعرفها لك عشان تبقى فاهم ايه اللي بيبقى مكتوب في بدايه الكيس ده يعني. مش هقول لك مثلا واحده بريجنانت 3 اشهر مش عارف مثلا كانت في 2 جرافيديا، دي معناها ايه 2 جرافيديا؟ ان هي كانت ده الحمل التاني يعني، تمام. طيب الباريتي طبعا هيبقى اكتر شويه، لان هو طبعا ده نمبر اوف ايه of pregnancy that result in live births، تمام. يعني ده اللي هي الحاله اللي اصلا جه من عيال، لانها ممكن تكون حامل عادي جرافيتي ولكن حصل ابورشن مثلا فما تكونش مين طفل او كده. هي بص عامه هي معلومه ملهاش لازمه يعني، بس انا بحاول اعرفك هي ده اللي بيبقى مقصود منه في الكيس يعني. طيب خلينا كده برضو نتكلم هنا على موضوع اللي هو البريجنانسي. هنا هو طبعا هنا بيوضح لك ان كل الهرمونات طبعا بتكون زايده قوي، لكن مين اللي بيبدا يقل عند الاسبوع ال 14؟ هو الايه الاتش سي جي، لان هو خلاص ما بقيناش محتاجينه، البروجسترون اوريدي زاد قوي، الاستروجين اوريدي زاد، البرولاكتين، كل الكلام ده اوريدي زاد، فاحنا ما بقيناش محتاجينك خالص، لان احنا اصلا كنا عارفين ان هو بيحافظ على مين، على الكورباسلوتيم، والكورباسلوتيم اصلا بعد 14 اسبوع اصلا بيحصل له انفولوشن، فخلاص ما بقيناش محتاجينه، فبالتالي برضو الاتش سي جي بيتكل على الله برضو وخلاص ما بيبقاش ليه وجود يعني. طبعا هم بيستخدموه برضو احدى اليونتس بتاعته بيستخدموها اللي هي البيتا يونت، بيستخدموها كايه كمعيار ل ان هل الست حامل ولا لا، اللي هو اختبار الحمل يعني. طيب في هنا بيتكلم لك على شويه الفيسيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل اثناء البريجنانسي، منها مثلا في الكارديو فاسكولار مثلا بيقول لك ان بيبدا يقل الانكوتيك بريشر، ونتيجه ان الانكوتيك بريشر بيقل بيحصل موضوع الاديمه، يعني الاديمه دي بتحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ان الانكوتيك بريشر قل، تمام. طبعا زي ما انت شايف كل حاجه زايده عدا مين؟ الانكوتيك بريشر والافتر لود. الافتر لود ده اللي هو يعني ايه البلاد بريشر يعني، بيبدا يحصل موضوع الاديمه. طيب برضو موضوع الريسبيرات بيكون فيه هايبر فنتليشن، والله هي ملهاش لازمه يعني، او الحاجه المهمه قوي بصراحه هو السكن، ان بيكون فيه هايبر بيجمنتيشن، بيكون فيه حاجه اسمها ميلازما. ميلازما دي بتكون حاجات كده بتطلع كده في الوش كده، تمام، حتى يعني بس انا ماليش صور، مالهاش صور عندي، بس يعني هي بتبقى حاجه زي النمش كده موجود في الوش يعني، تمام. بس ده يعني ده اهم حاجه. الحاجه برضو التانية انه بيحصل ممكن مثلا تقول لك مثلا واحده بريجننت جايب ايه بريجريتيشن مثلا، او حاجه زي الجيرد يعني، بيجي لها زي اللي هو الريجريتيشن يعني، بيرجع الكونتنت تاني بتاعت الاستوم، فده مش شرط ان هو يكون حاجه باثولوجيكال يعني، ممكن يكون ده نورمال يعني، ممكن يجيب لك في الكيس مثلا يقول لك هو ده نورمال، طب ده مش، لا ده عادي نورمال، لان اصلا بتبدا التون تقل، ونتيجه التون ده بيحصل موضوع انها بتقل، طبعا بتمنع بتساعد ان ايه يحصل ريفلكس للكونتنت تاني ناحيه الاسوفجس يعني، تمام. بس دي اهم معلومات، موضوع الاديمه نتيجه ديكريز الانكوتيك بريشر، نتيجه ديكريز الافتر، اي حاجه تانيه بتبقى زايده. الحاجه التانيه بيبدا يقل ال اي اس، طبعا ده عشان ايه الجرد، بيحصل الجرد انا اسف، بعد كده اللي هو الهايبر بيجمنتيشن ده اللي بيعمل ايه ميلازما، وقلنا فيه هايبر فنتليشن. ادي السبيونت اللي اتكلمنا عليه، وانا كنت اتكلمت قبل كده على اتش سي جي في بدايه البارت 1. في حاجه اسمها هيومن بلاسنتال لاكتوجين، ده وظيفته ايه؟ ده اللي بيساعد في موضوع الانسولين ريزيستنس. خد بالك الانسولين ريزيستنس هنا بتحصل نتيجه ايه؟
عشان هو ربنا يعني كافل للطفل اللي موجود في الرحم ده، هو كافل له غذائه. يعني هي الام مثلا كلت ما كلتش خلاص مش مهم، انا هعمل انسولين ريزيستنت، فبالتالي اي اكل داخل مش الام اللي هتاخده، ده الطفل اللي هياخده. تمام؟ فهنا موضوع الانسولين ريزيستنت عشان يحافظ على ان ايه، يفضل موضوع الاكل واصل للطفل اكتر من الام نفسها. تمام؟ لان هو اصلا هو يعني ايه انسولين ريزيستنت؟ يعني في جلوكوز مثلا موجود في الدم بس مش قادر يدخل التشوز. تمام؟ فبالتالي لو ما دخلش التشوز هيروح فين بقى؟ بالديفيوجن هيروح لمين؟ للبلاسنتا، ويدخل لمين؟ للطفل. الاجار سكور ما قابلتوش في حاجه خالص، يعني انا الاجار سكور ما قابلتوش في اي سؤال. ولكن عامه يعني الاجار سكور لو اقل من 7 تمام، ده بيكون غالبا الطفل ده محتاج ايفالويشن. طب انت بتقيمه بناء على ايه؟ بناء بقى على كده، على الابيرنس، على البالس. طيب بعد كده في اللي هو اللو بيرث ويت، واللو بيرث ويت ده معناه ان يكون الطفل اقل من 2.5 كيلو، اللي هو يعني اقل من 2500 جرام. طبعا ده للاسف بيسبب حاجه اسمها اللي هي السادن ديث سندروم. تمام؟ ده اللي هو الاسم ده، السادن انفانت ديث سندروم. وده طبعا ايه الحاله دي؟ طبعا انون، ولكن هو بيقول لك ان في اطفال بتتولد وبتلوك هيلثي، ولكن على الرغم من كده بتموت. تمام؟ ده اصلا ليه سبب الوفاه هنا هو مش معروف، ولكن هم اللي بيقول لك يعني كحاجه يعني ممكن نستخدمها كتفسير، ان هو بيكون في اللي هو اللو بيرث ويت ده. تمام؟ عشان كده بيقول لك اللو بيرث ويت من الحاجات اللي بتكون فيها اوفرول مورتاليتي للاطفال يعني. طيب موضوع اللاكتيشن طبعا، وهنا بيتكلم لك فكره ان الساكلينج اللي هي يعني بيزود موضوع اللي هو الستيميوليشن. تمام؟ لما بيحصل ساكلينج للنبل يقوم يبعت امبلسز للبرين، يقوم يزود موضوع الاكستوسن والبرولاكتين، يقوم طبعا يحصل طبعا اللي بيعمل عمليه برودكشن للميلك هو البرولاكتين، لكن اللي بيعمل اندفاع للميلك في للطفل ده اللي هو الاكستوسن. تمام؟ يعني الاكستوسن ده هو المسؤول عن كونتراكشن. تمام؟ طيب في بقى هنا كام معلومه كده في البريست فيدنج دي مهمه. البريست فيدنج تمام، في بعض الفيتامينز انت كده كده لازم تدخلها من بره. تمام؟ يعني لو الطفل معتمد على البريست فيد بس بيبقى فيه مشكله، منها لازم الطفل يحصل ان هو ياخد اير سبلمنتيشن، وبرده احيانا بنحتاج ان احنا نديله كمان فيتامين دي لانه ممكن يتعرض ان يجيله ريكتس. تمام؟ لان غالبا لبن الام ما بيبقاش فيه اللي هو الفيتامين دي. تمام؟ فبالتالي انت محتاج ان انت تدي للطفل الى جانب اللي هو الميلك لازم الفيتامين دي، ولازم الايرن، ولازم كمان فيتامين كي احيانا، لان احيانا الطفل ما بيبقاش عنده فيتامين كي اللي هو معتمد على البريست فيد بس، وبالتالي بيعملوا حاجه اسمها هيموراجيك انفانتايل هيموريدج، وده نتيجه ان اصلا فيتامين كي بيدخل في تصنيع مين؟ تصنيع الكلوت فاكتورز، فلما اتصنعتش اذا هيسبب بليدنج. تمام؟ فالثلاثه دول مهمين، وبتيجي على فكره اسئله فيهم يقول لك مثلا ان هو ايه، كان الطفل كده جاي جايب لك كده كلمه كده رميها لك، وانت اصلا يعني غالبا ساعات بتعدي حاجات في الكيس، بس الكلمه دي بتبقى مهم ان هو بيعتمد على البريست فيدنج بس. تمام؟ انت ممكن اصلا تلاقي الكيس، تلاقي مثلا ايه على سبيل المثال مثلا الاي بي تي تي عالي مثلا، طب انت قايل ايه، اوعى بقى ده دي اكيد ايه هيموفيليا، يلا اختار هيموفيليا، هي مش هيموفيليا خالص، ده هو كل الكيس اصلا مبني على ايه، ان هو كتب لك اكسكلوسيفلي ان هو معتمد على البريست فيد، يعني اذا هو ما بياخدش اصلا فيتامين كي فده سبب له الهيموريدج. انا بقول لك على ده اللي فعلا بيبقى موجود في الكيسز، فاهمني؟ فيتامين دي نفس القصه برضو لازم تديه، والايرن برضو لازم تديه. بالنسبه للمينوبوز اهم معلومه في كل القصه دي هيقول لك ال 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 الحاجه اللي تدل على ان الست خلاص بقت في المينوبوز ان انت تروح تعمل لها تيست الاف اس اتش تلاقيه عالي. بس هو دي اهم معلومه، دي اللي انا لقيت عليها يعني الكلام. يعني برضو موضوع الهوت فلاشز دي برضو ممكن نقول لك ايه الموست كومن ان انت تلاقيه مثلا في المينوبوز، موضوع الهوت فلاشز. وتاني حاجه زي ما بقول لك اهو ان هو يكون في زياده في الاف اس اتش وبتتسال. تمام؟ طيب طبعا الاف اس اتش زاد بيبدا الاستروجين يقل، طبعا طالما الاستروجين يقل بتبدا طبعا تدخل بقى في طبعا ايه الاوستيوبروزس، وتدخل برضو في الاثيروسكلروزس وقصص بقى من دي. طيب بالنسبه للاندروجين انا كنت اتكلمت عليها، واتكلمت على التستيرون وعلى الفايف الفا ريدكتيز والكلام ده، وقلنا كمان هنتكلم على الباثولوجي بتاعهم ان شاء الله في الجزء بتاع الباثولوجي. يعني
في معلومة هنا بس بيقولها لك، ان الميل اللي هم بيكونوا عندهم opacity، او يعني اللي هم الميلز اللي هم التخان يعني، بيكون عندهم اللي هو الايه الاروماتيز عالي، لان الاروماتيز بيخرج من الفات تيشو او الاديبوز تيشو، وبالتالي ده بيخلي عندهم الاندروجين تكون قليلة شوية. تمام. برضو بيقول لك هنا معلومة ان الرجال اللي هي اصلا بتعتمد اللي هم البادي بيلدرز يعني، هم ما فيش حد فيهم اللي هو بيكون جسمه يعني باين قوي ان هو يعني في يعني ماسكوليتشر قوية قوي، ده غالبا بيبقى واخد اصلا تستيرون، فلما بياخد الكلام ده بيمنع التستيرون ان هو يخرج من التستس، ونتيجة لذلك اللي بيحصل بقى كالتالي، ان دي مهمة برضو بتسأل، خلينا كده نشرحها. هو هنا بيكون المفروض انت مثلا دخلت هنا مثلا اللي هو التستيرون من بره، تمام، فاللي هو بينتج من الجسم نفسه ما بقاش خلاص بيطلع، تمام، فنتيجة لكده الجسم بقى ما بيجي يعمل نيجاتيف فيدباك يقوم يزود ال LH، فانت تلاقي ال LH عالي وتلاقي في نفس الوقت برضه التستيرون عالي. طب هو التستيرون هنا عالي ايه؟ عالي بسبب ان هو اصلا مديه من بره، تمام. طبعا نتيجة القصة دي بيبدأ يحصل اتروفي في مين؟ في التستس، نتيجة ان هي خلاص ما بقتش بتعمل برودكشن، ومع الوقت حتى ال LH نفسه بيقل، تمام، و بيقلل السبرم كاونت، فبيحصل ايه الشخص ده انفيرتيليتي. تمام. بالنسبه للتانر ستيج انت مش محتاج تعرف في القصه دي كلها غير ايه هو الايرلي سيكشوال سيكندري سيكشوال كاركتر للميل والفيميل بس، بس يعني كل الليله دي كده هو ما بيطلبش غير حاجه. بيجي السؤال كالتالي، ايه اللي يدل على ان البنت دي مثلا حصل لها مثلا موضوع اللي هو ان حصل لها ديفلوبمنت للسيكشوال اللي هو التانر ستيج يعني، تمام. فبيقول لك ايه الايرلي، اول حاجه هلاقيها ايه بالنسبه للمنت، ان انت تلاقي موضوع اللي هو البريست بود، ان يبدا اللي هي النبل يبدا يطلع فيها موضوع المين البود ده. الحاجه التانية بالنسبه بقى للذكر هو موضوع ان او الميل يعني، ان يحصل فيه موضوع مين اللي هو التستيكولار انرجمنت، تمام. بالنسبه للبنت البريست بود، بالنسبه للميل بيكون التستيكولار انرجمنت، ده اللي بيتسال، وفعلا بتتسال فيها اسئله دايركت، بتيجي كده اسئله يعني. بالنسبه للبركاشس بيبرتي دي بتكون عباره عن ايه؟ بالنسبه للفيميل ان هي يحصل لها سيكشوال كاركتر قبل 8 سنين، بالنسبه للميل قبل 9 سنين، تمام. طيب ده بيحصل ازاي؟ غالبا ده بيبقى ايديوباثيك وده الاشهر، تمام. طيب ايديوباثيك بيكون نتيجه ايه؟ نتيجه ان الجي ان ار اتش اللي هو بيبقى من الهايبوثالاموس بيكون كتير، فبيخلي ال LH او ال FSH يكون كتير، وبالتالي لما بيجي ينزل على الاورجنز بيكون كتير اكتر من اللازم، فبتبدا تظهر اعراض اللي هو البيوبرتي قبل ايه؟ قبل موعد بتاعها. ده نتيجه ايه؟ اهو زي ما قلنا الاغلب ايديوباثيك. فانت ممكن يجي لك الكيس يقول لك مثلا مش عارف، تلاقي الحلقه بتدور على ان مثلا واحد مثلا عنده بنت مثلا عندها 8 سنين مثلا، ويقول لك عندها بيوبرتي، فهو مثلا خايف ان يكون مثلا في تيومر ولا حاجه. لا، انت هتقول ان السبب هنا كان موجود بسبب زياده ايديوباثيك، يعني اختار لو في اجابه ايديوباثيك اختارها، لان ده المستقيم. ايديوباثيك ده التفسير اللي هم بيحاولوا يجدوه هو ايه؟ ان في زياده في الجي ان ار اتش، وبالتالي زي ما قلت لك هيزيد ال اتش اوف اس اتش، وبعد كده هيبدا يزود الاورجنز اللي تحتها سواء كان ايه ميل او فيميل، تمام. الحاجه بقى اللي مش طبيعيه ان يكون في مثلا اللي هو جرانيولوزا سيل تيومر، فهمت بقى؟ بس هو الاغلب، وحاول برضو تستشف من الكيس هو الموضوع فيه ايه ولا لا، هو الاغلب ان هو ايديوباثيك، تمام. يعني هيكون في زياده في مين؟ في الجي ان ار اتش. طبعا جرانيولوزا سيل ده برضو مشهور، وهنتكلم عليه ان شاء الله في الباثولوجي، اللي بيحصل ان هو بيكون في زياده في الاستروجين اكتر من اللازم، فبالتالي بيبدا طبعا يظهر موضوع اللي هو الانترنال والاكسترنال جينيتاليا، تبدا يحصل لها جروس اكتر من اللازم. الديليت بيوبرتي هنا بقى العكس، في نوعين، في هايبر جونادوتروب، يعني هنا ال ال اتش وال اف اس اتش عالي، وبالتالي عملوا نيجاتيف فيدباك على الجونادز خلوهم يبقوا صغيرين. الحاجة التانية بقى ان اصلا ده قليل، فبالتالي يعني كالباسوي عادي زي ما ماشي، ده كمان بقى قليل. فهمت القصة دي؟ يبقى تاني انت عندك حالة، يا اما ان هو اصلا ده يكون قليل، فده كمان هيكون قليل كالباسوي عادي اللي احنا ماشيين فيه، وده اللي هو بيسموه هايبو جونادوتروب، اهو هايبو جونادزم، وده كونستيتيوشنال. كونستيتيوشنال ديلي معناه انه له علاقه شويه بالاب والام، يعني فاهم ازاي؟ ده معنى كلمه كونستيتيوشن. وفي حاجه برضو اسمها كالمان سندروم، كالمان سندروم معناه
ان الشخص ده بيكون عنده الواد ديليد بوبيرتي دي بس معاه حاجه تانية اللي هي الانوزمي، يعني ما بيبقاش عنده حاسه الشم، ما بتبقاش موجوده. تمام كده، اللي هو الهايبر جونادوتروب ده ان هو بيكون هنا ده عالي، فبالتالي لما ده هنا بيزيد بيحصل نيجاتيف فيدباك، يعني مع الوقت بيحصل نيجاتيف فيدباك. تمام يعني بيمشيش في الباسوي، بيحصل نيجاتيف فيدباك. النيجاتيف فيدباك دي غالبا بتكون في حاله مثلا كلاين فلتر تيرنر، الناس اصلا عندها مشكله اصلا في مين، في اللي هو الاكس، يعني مثلا كلاين فلتر ده بيبقى اكس اكس واي، فهو عنده اصلا مشكله في الكروموزوم نفسه. تمام، في بيبقى في مشكله في الكروموزوم. تمام، الراديشن، الانفكشن، الكلام ده. تمام، ده بالنسبه لديت بوبرتي كده. الحمد لله احنا خلصنا بارت 2، ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون على الباثولوجي. لو حد عنده اسئله يسيبها في الكومنتس تحت، وشكرا لكم.